فينا هو مدرسة هي والأستاذ فينا هو مدرسة هي. وكأب لتلميذ داخل المدرسة كنستنكر هاد كثرة الإضرابات اللي صراحة كيبان لينا غادي يضيعوا لينا وليداتنا هاد السنة هادي وهادي وقت الامتحانات والدراري باقي ما استافدوا حتى من درس واحد. وكنستنكروا هاد الشيء هذا واخا هو من حق الأساتذة، إنما عندهم هما تنسيقيات وعندهم اسمو عندهم اللي دافع عليهم داروا مسائل وصلوا الصوت ديالهم لا 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 كما كنقولوا لا 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 داخل الوطن ووصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين. كان عليهم يخدموا ويخليو الناس المسؤولين ديالهم يتفاوضوا مع 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 الناس المسؤولين على هذا القطاع هذا. وكنطلبوا من المسؤولين على هذا القطاع يوجدوا حل توافقي باش ما يضيعوا لينا الوليدات. الله يجزيكم بخير وشكرا لكم. جينا اليوم درنا وقفه سلميه على حساب الوليدات اللي ضايعين في القرايه ديالهم من وراء العطله. كيجيو الوليدات كيبقاو هنا في الساحه ما كيدخلوا يقراو ما كيرجعوا عندنا للدار كيبقاو معرضين للشمس. الا كاينه الشتاء معرضين للشتاء. هذه اللي كارطابل ديالهم تقال عليهم لا حياه لمن تنادي. حنا ماشي ضد الاضراب ولا ضد الاساتذه كيعبروا حتى هما على الحقوق ديالهم ولكن يراعيوا على حساب هاد الوليدات. الناس دابا راه في مدارس اخرين راه غادي يبداو الامتحانات ان شاء الله في شهر 11. هاد الوليدات راه ما قراو والو. كنتمناو يلقاو شي حل مع الوزاره ديال التربيه الوطنيه باش ما يضيعوش لينا الوليدات ديالنا. حنا كبرنا في مدارس عموميه وبغينا حتى وليداتنا حتى هما نقريوهم في احسن الاجواء. نتمنى ان شاء الله يتلقى شي حل. عندنا طلب واحد، هاد الوليدات ما يضيعوش في الدراسه ديالهم لانهم كيقراو غير نص نهار. ما يمكنش لينا نخليو الوليدات في الدار ولا نديروا لهم الدراسه عن بعد. داكشي ما غاديش يستافدوا به بحال داخل القسم. كنتمنى ان شاء الله يلقاو شي حل باش ما يضيعوش الوليدات ديالنا. راه كنجيو يوميا شي داخل شي خارج الوليدات كيبقاو في الساحه. هازين لي كارطابل ثقال الاساتذه دايرين وقفات. هادشي راه ماشي معقول. الانسان يطالب بالحقوق ديالو ولكن ما ينساش بان راه هاد الوليدات راه هما الرجال ديال المستقبل. راه الا ما قراوش لنا هاد الوليدات اش غادي يديروا؟ راه ما عندهم حتى شي حل اخر. وحنا بغينا وليداتنا يقراو. الاهم من هاد الوقفه السلميه اللي درنا الوليدات بغيناهم يقراو. اليوم خرجت الامهات والاباء اولياء الامور بوقفه احتجاجيه احتجاجا على المصير ديال وليداتهم، لان اليوم كما كنشوفوا الوضع الراهن على الصعيد الوطني ان كاينين وقفات احتجاجيه لتنسيقيه الاساتذه. حنا ماشي ضد الاستاذ، حنا المطالب المشروعه اللي كيطلب بها الاستاذ حنا معاه، ولكن بشرط ان خصهم يراعيوا لوليداتنا. راه لا يعقل ان غنجيو اليوم ولا غدا ويجي الاستاذ يقول للتلميذ راه عندك امتحان وهاد بين الوليد كيكون ما مبريباريش اصلا هو ما شادش. كيفاش الاستاذ غادي داك التلميذ غادي يستجب معاه؟ واش غادي يصنع شي حاجه من الدماغ ديالو؟ واش راه التلميذ راه لافاز ديالو كطلع من القسم ماشي غير نجيو التلاميذ. قضيه اخرى، راه لا يعقل ان مؤسسات خاصه محليا ووطنيا كيقريو وليدات الناس اللي لاباس عليهم لي باك صاحبي ولا ما عرفت كيفاش غادي نقولوا ليها ولا اللي عنده الماديات. حنا الله كل واحد الله يسهل عليه، ولكن ولاد الشعب الطبقه المتوسطه ما خصهاش تكون ضحيه ديال الاضراب. كما كندعو الحكومه انها تاخذ اجراءات صارمه وانها ترجع لمجاريه. كما اننا كنقولوا الحكومه بان حنا كمجتمع مدني كنقول لكم بركه، حنا ما بغينا حكومه، حنا خلونا مع جلاله الملك. لان لا يعقل ان حكومه كتشوف المصير ديال وليدات الشعب انهم هابطين، وان الحكومه راه هذا الحل ديال وخاصه التعليم راه خصو يكون حل في ظرف 24 ساعه. راه ماشي داز اسبوع ديال الاضراب وهننا في اسبوع اخر. راه لا يعقل، راه كما كنقولوا راه في الدرجه الاولى والاخيره راه التلميذ هو الضحيه. يعني ومجددا كناشد تنسيقيه الاساتذه انهم يراعيوا وليدات الشعب. راه فيهم وليداتهم فيهم خوتهم فيهم هكذا يراعيوا. الا من الحكومه كانت ما راعتش لهذا الشيء اننا كنطالبوا ان تنسيقيه الاساتذه
انهم يراعوا الوليدات. وكنقول لهم انا تحيه نضاليه لجل اساتذه التعليم وجميع الاطارات التربويه.